خد بيتك واحمي نفسك، خليك بعيد بلا سلام من جيل جويته. للوقاية اغسل يديك بالماء والصابون، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، نحتاج قوة وعزيمة لنوقف كل عرس وعزيمة. ضيق أنفاسك داخل البيت أهون من أن تضيق أنفاسك داخل المستشفيات، تضيق الغرف ولا يضيق النفس. شوارع خالية لمدة 15 يوم أفضل من بيوت خالية بعد 15 يوم. لا تنتظر أن تمنعك الدولة من الخروج لجوة، فهي لن تتضرر بإصابتك، فكن عونا لها وامكث في بيتك. كونوا واعين بخطورة ما يدور حولكم، وكن مسؤول والتزم بيتك. لديكم خياران، أما البقاء في المنزل أو البقاء لله، حماكم الله، ابقوا في منازلكم. بخروجك أنت تقتل نفسك من أجل وظيفة سيقوم استبدالك خلال أسبوع واحد من سقوطك ميتا. اعتني بنفسك وألزم بيتك. تجنب التجمعات، احمي نفسك تحمي بلدك. خليك مشغول باسم في البيت، خليك مشغول وبكافي بيتك أمانة. حماية حماية المجتمعات، Stay home, save lives. See hope anywhere.